كثير ما يحصل أن بعض الناس يستعيروا كتابا، والله عندي البحث فلاني ولا عندي الخطبة فلانة راح أحضر منه ولا عندي اختبار، تفضل، ثم ذهب ولم يعد. هذا ما يجوز. وأحيانا يعني صاحب الكتاب تفسد عليه كتابه، قد يكون هذا الكتاب من أجزاء 4-5 مجلد، فتأخذ مجلد واحد وتخرم عليه الكتاب. وبعض الناس يأخذ الكتاب ثم يهمله، ربما يضعه في الشمس أو يضعه عند مثلا الطعام. فالواجب المحافظة. كثير الكتب تذهب ما ترجع بسبب إهمال الناس، كأنه يعني لن يحاسب على ذلك. هذا غلط، غلط كبير. نعم.